وباء جديد في العالم حذر منه مختص في منظمة أو حذر منه مختص نقلت عنه صحيفة ديلي ميل هذا الفيروس وفقا لرئيس مجلس الصحة العالمي والمحاضر في كلية طب هارفارد الدكتور جوناثان كويك قد يتسبب في هلاك أكثر من 33 مليون إنسان خلال 200 يوم من ظهوره وقد يرتفع عدد الضحايا على أو إلى 300 مليون شخص في غضون عامين أما سبب الفيروس فهو الإنفلونزا التي تعتبر من أسرع الأمراض انتشارا بين بني البشر وبمجرد تداول الخبر طبعا تصدر هاشتاج وباء جديد في العالم على تويتر وشكك البعض في حقيقة الوباء بينما أبدى البعض قلقا لما سيكون عليه العالم لتفاصيل أكثر عن الوباء الجديد تنضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض استشاري وعالم أبحاث في الجينات والأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور همسة الدكتورة همسة طاهر طيب أهلا فيك معنا يا دكتورة هل لازم نخاف ونترعب الآن؟ السلام عليكم أهلا بك بداية ما نقدر نقول نخاف ولا نترعب لسه ما فيش أي حاجة أكيدة زي ما قلتي هي عبارة عن أخبار متداولة هذه الأخبار في البعض أكدها في البعض نفاها أساس الخبر أو أصل الخبر أنه في مريض تم الكشف عليه أو وجدوا في دمه بقايا من نوعين مختلفة من سلالة إنفلونزا الطيور نوع هو عبارة عن H5N1 والنوع الثاني هو عبارة عن H5N8 إيش الشيء المقلق في الموضوع هذا؟ المقلق في الموضوع هذا H5N1 كان معروف أنه هو إنفلونزا طيور وأصابت البني آدم في من عام 1996 وهو من أنواع إنفلونزا الطيور اللي أصابت الإنسان بشراسة وبضراوة أما بالنسبة للنوع الثاني اللي هو الـ H5N8 قد تحدثنا عنه في برنامج عن إنفلونزا الطيور في MBC فهو فيروس معروف أنه هو موجود في الطيور وما والإصابة فيه من الطيور إلى الطيور وما ورد أنه يصيب الإنسان طيب إيش الشيء اللي يؤدي إلى الهلع هنا قلنا أنه إنفلونزا قبل كده في مقابلات عديدة أنه إنفلونزا الطيور وهي تنتمي إلى إنفلونزا A هي من الفيروسات اللي لها خاصية أنها تقدر تعمل طفرات بطريقة عجيبة وبطريقة جدا متكررة وجدا سريعة وهذا لطبيعتها الجينية ما طبيعتها الجينية ضعيفة فبالتالي في كل مرة تيجي تكون جين جديد ما بيتم زي ما نقول مراجعة الشفرة الوراثية فيها أيوة. الشيء الثاني أنا برضو بالنسبة لفيروس إنفلونزا الطيور هو عبارة عن فيروس مكون من أشرطة بالطريقة هذه 8 أشرطة فأحيانا لما بيصاب خلية نفسها احنا بنتكلم الآن على الإنسان هذه مثلا كانت خلية الإنسان بتصاب بنوعين مختلفة من إنفلونزا الطيور زي المريض اللي كشفوا عليه ولقوا عنده آثار من إنفلونزا الطيور H5N1 وH5N8 فالشريطين بتدخل إلى الخلية بيخرج منها لأنه زي ما قلنا الفيروس هذا له القدرة على التحور عالية جدا بيخرج منها فيروس جديد نعم. له صفات الفيروس الأول والثاني طيب. وعادة الفيروس الجديد هذا نعم بس دكتورة همسة عشان الخوف منه أنه يكون أشد ضراوة طيب بالضبط الدكتورة همسة بس نعم. عشان ما ندخل كثير في تفاصيل يعني طبية الآن البعض بيشكك في كلام الدكتور جوناثان طبعا هو ناشره أساسا في كتاب قبل هذا المقال وهذا المقال ترويجي للكتاب البعض شكك في هذا المقال وقال أنه هو يحاول يروج لحالة من الذعر كي تستفيد شركات الأدوية وتنتج فاكسينيشنز أو لقاحات جديدة هل هذا الكلام ممكن يكون واقعي؟ شوفي وجود أو تحور فيروس بالمواصفات هذه من الفيروسين الاثنين هذه هذا شيء فعلا خطير أو شيء يدعو إلى الخوف أو يدعو إلى الهلع نظريا قد يحدث لكن عمليا هل حدث أو لم يحدث ما فيش أي شيء يثبت الكلام هذا الكلام اللي قاله جوناثان هذا له عدة احتمالات انت في يعني في ناس قالوا حتى انه هذه ما فيها الادويه زي ما قلتي انه علشان يعملوا فاكسين وطبعا الفاكسين هذا بيشغل مصانع الادويه لفتره طويله ناس ثانيين قالوا لا انه هذا عالم ومن اللي شاف وزي ما قلت لك عن طريق المريض اللي لقى عنده الدا فهو يبغى انه يصير في استعداد او تاهب عشان لا نواجه الفيروس اذا حتى الان يعني الفرضيات متعدده ومنتشره هي فرضيه نعم نحن بنشكرك على صحيحة هذا الشيء ممكن يصير صار أو ما صار لسه ما نعرف جميل جدا نحن بنشكرك على هذا التوضيح كانت معنا من العاصمة السعودية الرياض استشاري وعالم أبحاث في الجينات والأمراض المعدية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة همسة طاهر طيب شكرا لك